في ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول ويجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. رئيس الوزراء يتابع جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بالموانئ المصرية. خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول، وزير البترول يؤكد العمل على تحقيق التوازن بين التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وأمن الطاقة. إلى تفاصيل الثانية. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقدم الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، كما قام بوضع إكليل من الزهور على قبري الرئيس الراحل محمد أنور السادات والزعيم الراحل جمال عبد الناصر. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار رجال الدولة. وعددا من قادة القوات المسلحة. وقدامى قادة حرب أكتوبر. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبر القبة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وفي سياق متصل، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية. وفي نهاية الاجتماع وجه الرئيس السيسي التحية لأرواح الشهداء
والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن وصون مقدساته، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه. وبمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعيا الله أن تتواصل انتصارات مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية على الأصعدة كافة. وأكد وزير الدفاع أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة في سيناء. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. كما هنأ المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس باليوبيل الذهبي لانتصار 6 أكتوبر من عام 73. وفي برقية للتهنئة أكد جبالي أن انتصار أكتوبر من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقوات المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أنه لا تهاون مع العدو ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة. ودعا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على الرئيس السيسي بالخير، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها. كما بعث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي تقدم خلالها بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى أكتوبر المجيد. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة الخالدة التي سطرها شهداء مصر الأبرار بأحرف من نور ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن ليصنعوا ملحمة نصر أكتوبر، ويتوجه كفاح شعب مصر العظيم بإعلاء شموخه وإرادته والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه. كذلك بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر. وأكد وزير الداخلية أن هذا الانتصار سيظل رمز للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة، وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة. كما بعث وزير الداخلية برقيتي تهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بهذه المناسبة. من جانبه أكد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم دكتور شوقي علام أن نصر 6 أكتوبر المجيد سطر أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب وقواته المسلحة حتى تحققت ملحمة النصر. وفي بيان له لتهنئة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد المفتي أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الحصين الذي قدم ولا يزال يقدم التضحيات للدفاع عن حقوق الشعب المصري، فضلا عن دوره في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة وتحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية. بدوره أكد وزير الخارجية سامح شكري أن استلهام روح أكتوبر النضالية من خلال إحياء ذكراها هو بمثابة ضخ طاقة جديدة للعمل الوطني والتكامل بين المؤسسات لاستكمال مسيرة التنمية والعبور بأجيال مصر الجديدة نحو مستقبل أفضل. جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي نظمها المجلس المصري لشؤون الخارجية احتفالا بالذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة،
حيث أكد وزير الخارجية أن الذكرى 50 لنصر أكتوبر تسترجع كل معاني الكرامة والتضحية وتعكس صلابة الإرادة للشعب المصري وما تحمله أمتنا من تاريخ وحضارة وإخلاص للوطن في حرب باسلة سجلها التاريخ كواحدة من أعظم الحروب في العصر الحديث. أطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية مبادرة وطن واحد في عدد من المحافظات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبهذه المناسبة سيتم تنظيم احتفالية كبرى في محافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان يشارك فيها عدد من نجوم الغناء والطرب. 50 عاما مضت ولا تزال ذكرى النصر عالقة في القلوب والعقول، ولم لا، فهي كانت البداية الحقيقية لتحرير سيناء بعد أن نجح أبطال القوات المسلحة المصرية في 6 أكتوبر من عام 73 في تحقيق أعظم الانتصارات العالمية بالعصر الحديث، بعد أن قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات خوض غمار أشرف معركة لاسترداد أرض سيناء وتحرير. ومنذ ذلك الحين وبعد اتفاق السلام شهدت سيناء مراحل متعددة من التنمية الشاملة غطت أرجائها المختلفة. على هذه الأرض أريقت دماء خيرة الشباب، ولاستعادتها بذلت الأرواح وجاءت أروع أمثلة البطولة والفداء. لم تضع التضحيات هدرا، فمع استعادتها الكرامة والأرض فتحت الباب للبناء والإنجاز. تأخرت تنمية شبه جزيرة سيناء لعقود، لكنها أخيرا جاءت مع المشروع القومي لتنمية أرض الفيروز، فلأجله رصدت المليارات وبمقتضى عملت وتعمل معاول البناء. في كل مدن سيناء وقراها ووديانها تقام المشروعات التنموية تمهد الطريق للعمران وتوفر البيئة المناسبة للاستقرار. فمنذ عام 2014 بلغت تكلفة ما تم إنفاقه في أعمال التنمية والتعمير والبناء 600 مليار جنيه، شملت مختلف القطاعات. التطوير العمراني وتوفير سكن ملائم لأبناء سيناء جاء في مقدمة المشروعات، فتم إنشاء 50,000 وحدة إسكان اجتماعي بجانب 2,300 منزل بدوي و500 وحدة سكنية لتطوير المنطقة العشوائية برويسات ولمد الجسور بين مختلف أنحاء سيناء لتمهيد الأرض للتنمية. أقيمت شبكة طرق بأطوال تصل إلى 2,400 كيلومتر، ولربط أرض القمر بمدن القناة حفرت 4 أنفاق أسفل قناة السويس، وحفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2 لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية. 6 موانئ بسيناء تم تطويرها ورفع كفاءتها، وحققت مشروعات الكهرباء فائضا تجاوز 25%، مشروعات عملاقة اعتبرت الأضخم على مستوى العالم في مجال معالجة المياه أقيمت على أرض سيناء، متمثلة في محطة المعالجة الثلاثية لمصرف المحسمة ومحطة المعالجة الثلاثية لمصرف بحر البقر. وبإنتاجهما من المياه يتم استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة ليختفي صفار رمال سيناء بالتدريج ويحل محله الأخضر حاملا الخير لسيناء وكل الوطن. هذا إلى جانب إقامة العشرات من محطات تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب للمواطنين. أما عن بحيرات شمال سيناء التي أهملت لسنوات فجرى تكريكها لتعود لعصرها الذهبي ولتنمية الثروة السمكية بها. ولنفس الغرض تنمية الثروة السمكية نفذت مشروعات الاستزراع السمكي. بالعديد من مدن سيناء أقيمت المناطق الصناعية لدعم الصناعة والاستثمار وتنوعت مجالات التصنيع بها. لتطوير قطاع الصحة فأنشئ وطور 13 مستشفى و42 وحدة صحية، جهود ضخمة بذلت خلال سنوات معدودة. مشروعات قومية وتنموية كبرى أقيمت للنهوض بسيناء ودعم المواطن السيناوي ولتحقيق التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة بها. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة تلبية لنداء المواطنين والوطن له بالترشح. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة. يعني بإذن الله ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى وعقدت العزم. هقول مرة تانية يا رب أكون أنا أولى بها، يا رب أكون أنا أولى بها، يا رب أنا أكون أولى بها. وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها. وأدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح. تلك دعوتي الصادقة، وهذه إرادة المصريين التي أحترمها وأعمل بها ولها. وعقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كلف الرئيس السيسي المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية. وعلى حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي أنه كلف المستشار محمود فوزي بأن يكون ممثله القانوني بالحملة الانتخابية. تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لنداء جموع الشعب المصري ومناشدة الاتحاد العام للترشح للانتخابات الرئاسية لولاية جديدة. وأكد الاتحاد أن عمال مصر باقون على العهد والوعد خلف الرئيس لاستكمال ما بدأه من بناء الجمهورية الجديدة وبذل مزيد من العمل والجهد الدؤوب لتحقيق الرفاهية والازدهار. وأصدرت النقابة العامة للكيماويات بيانا تقدم فيه بالشكر للرئيس السيسي لاستجابته لنداء الملايين من عمال مصر والترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال خارطة الطريق من مشروعات استراتيجية وحفاظه على الأمن القومي. وتقدمت النقابة العامة للعاملين بصناعة الأخشاب بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لاستجابته للمناشدة للترشح لفترة رئاسية جديدة. وعربت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربية بالشكر للرئيس لاستجابته لنداء الواجب والترشح لفترة رئاسة جديدة، مؤكدين أنهم باقون على العهد لدعم القيادة السياسية. وأرسلت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار ببرقية شكر للرئيس السيسي لاستجابته لمطالب العمال بالترشح لولاية جديدة لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية الحديثة، وثمنوا قراراته المتتالية بزيادة الحد الأدنى للأجور 6 مرات خلال السنوات 9 الماضية والحزم الاجتماعية لإصلاح هيكل الأجور. وتقدمت النقابة العامة للاتصالات بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لاستجابته لمطالب الملايين وإعلانه الترشح لفترة رئاسية جديدة لمواصلة الإنجازات. وعرب الاتحاد العام للغرف التجارية عن شكره وتقديره للرئيس السيسي لاستجابته لنداء الشعب المصري وقبول الترشح لولاية جديدة لاستكمال العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات والدفع بخطى التنمية الشاملة. وعلى خلفية أعلن الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، شهدت ميادين وشوارع محافظات الجمهورية احتفالات ضخمة، ورفع المواطنون وأعضاء الأحزاب والنقابات وقوى المجتمع في كافة الميادين والشوارع صورا لتأييد الرئيس السيسي وأعلام مصر، كما رددوا الأغاني الوطنية وهتافات لدعم القيادة السياسية ودعم الجمهورية الجديدة. عقد
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بالموانئ المصرية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدا أن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيا للوصول إلى الهدف المنشود لتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية. وأوضح المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 سبتمبر بلغت 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية. عقد مجلس النواب أولى جلساته لإعادة تشكيل وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مجلس النواب مراسل أخبار مصر محمد شعبان. محمد، أطلعنا على الجديد لديك. نعم، التحية لك ولمشاهدي أخبار مصر. بالفعل بدأت في تمام الثانية من بعد ظهر اليوم أعمال الجلسة الإجرائية الأولى، وهي أولى الثلاث جلسات إجرائية سوف يتم عقدها اليوم في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. بالفعل تم خلال الجلسة الإجرائية الأولى دعوة كافة النواب إلى اختيار اللجان النوعية التي يعتزمون الانضمام إليها، وسوف يتم خلال الجلسة الثانية التي ستبدأ بعد قليل إعلان القوائم المبدئية لأعضاء اللجان النوعية وعددها 25 لجنة نوعية. بالفعل تم تقسيم بعض القاعات لإتاحة الفرصة أمام النواب لاختيار القوائم أعضاء مكاتب اللجان النوعية بالمجلس. وفي الجلسة الثالثة والأخيرة سوف يتم إعلان القوائم النهائية لأعضاء مكاتب اللجان النوعية وهيئات مكاتب اللجان. زميلتي تبدو الإشارة إلى أن اليوم بدأت الأعمال الجلسة الإجرائية الأولى أو الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ للفصل الدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول، وذلك تنفيذا لدعوة السيد رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد في دورته الجديدة. شكرا محمد شعبان مراسل أخبار مصر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة بحرية بمحافظة بورسعيد. وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماما، مشددة على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على جميع الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حال ضبط أي مخالفات. أكد وزير الموارد المائية والري دكتور هاني سويلم أنه يتابع بشكل مستمر أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكافة عناصر المنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وقطاعات الدولة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصالف والبحيرات. كما استعرض سويلم أهم أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء وموقف المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخرا وإجراءات تحقيق جاهزية محطات الرفع للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة القادم. كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات من مصلحة الميكانيكا والكهرباء قبل موسم الأمطار والسيول لضمان جاهزية محطات الرفع وتطهير أحواض السحب الخاصة بها.
حذر رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبد الرحمن العسومي من خطورة التحديات والأزمات التي ألقت بظلالها على المنطقة العربية وأثرت على منظومة حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي. إيمانا بأهمية دعم القضايا العربية، انطلقت فعاليات الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان. البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان يسعى لأن تكون لدينا آلية عربية قادرة للتصدي لهذه الأمور خاصة على مستوى حقوق الإنسان. كما تعلم بأن بالتعاون مع مجلس النواب المصري سنقيم مؤتمر عربي أول دولي أول لحقوق الإنسان. نعول على هذا المؤتمر أن نخرج بصورة أوضح عن ملف حقوق الإنسان على المستوى العربي، ونبرز التطورات والمبادرات التي قامت بها كثير من الدول العربية لتحسين ملف حقوق الإنسان. يهدف المرصد إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية في مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة العربية. جاء يعني إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي هو كما تعلمون هيئة مستقلة لها مصداقيتها لها موضوعيتها في هذا المجال تابعة للبرلمان العربي، ونحن نعمل من أجل يعني دحض كل التدخل يعني رفض التدخلات الدول الأجنبية. وضع آلية لدراسة التقارير التي تمس الدول العربية والمساس بحقوق الإنسان بها، وكيفية التأكد من ما ورد بهذه التقارير وكيفية الرد عليها، لأنه كما تفضلت هناك نوع من التنظيم في بعض الجهات بأن حول حقوق الإنسان في الدول العربية. خلال الفترة المقبلة يسعى المرصد لإطلاق مرحلة جديدة يهدف من خلالها إلى تطوير أدوات وآليات عمل المرصد وبناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان عربيا وإقليميا ودوليا. تحديات عديدة تشهدها المنطقة العربية على كافة المستويات وخاصة على المستوى السياسي، لذا يسعى البرلمان العربي لدعم مختلف القضايا العربية في المرحلة القادمة. منذر أبو دوح، التلفزيون المصري. أخبار المال والأعمال الثانية، أهلا بحضراتكم. تراجعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي خلال تعاملات اليوم متأثرة بعمليات بيع من جانب المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية والأفراد العرب. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجاكس 30 بنحو 1.2% ليصل إلى 19656 نقطة. كما هبط المؤشران إيجاكس 70 وإيجاكس 100 بنسبة بلغت 7.1% و1.1% على التوالي. شارك وزير البترول طارق الملا في افتتاح مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول أديبيك 2023 39. وأشار الملا إلى أن هذا الحدث الذي تستضيفه دولة الإمارات الشقيقة يأتي استمرارا للحوار العالمي حول خفض الانبعاثات، خاصة أن مصر قد نجحت في وضع صناعة البترول والغاز كشريك أساسي في تنفيذ حلول خفض الكربون من خلال قمة المناخ كوب 27 أواخر العام الماضي بشرم الشيخ. كما أكد وزير البترول العمل على تحقيق التوازن بين الحلول أو بين التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وأمن الطاقة. بحث وزير البترول طارق الملا مع الرئيس التنفيذي لشركة إيميا الإيطالية كلاودو ديسكالزي سبل تعزيز الشراكة الممتدة واستعراض أعمال الشركة المتنوعة في مصر وفي مقدمتها حقل ظهر للغاز. وعرب الوزير عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع شركة إيني والتوسع في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة المصرية. من جانبه أعرب رئيس شركة إيني عن اعتزازه بالتعاون مع مصر، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق للنشاط الخاص بالشركة وعملها على مستوى العالم.
ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا للشهر الثالث على التوالي إلى 61.53% في سبتمبر، وهو ما يتراجع قليلا عن التوقعات، وذلك نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة. وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75% على أساس شهري، كما ارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 حيث لامس أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.5% في أكتوبر الماضي، وكانت الليرة قد فقدت نحو 30% تقريبا من قيمتها هذا العام. ختام نشرة الثانية، هذا تذكير بأهم العناوين. في ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول ويجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. رئيس الوزراء يتابع جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بالموانئ المصرية. بالتأكيد يمكن لحضراتكم دوما متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. إلى اللقاء. إلى اللقاء.